ولكن لا غالب لابد من كاين حقائق لابد من باش نهضروا عليها ماشي نهضروا عليها نوروا لكم مال الجماعه اللي كانوا دايرين جلسات ويسبوا فينا وطيحونا وهاجوا كي حليت هذا الملف هاجوا هيجان حل ما عارفين باللي وراني رايح بهم وعرفوا باللي امريكي يبدا بحاجه راه راه عنده راه راسم خريطه ورايح لها هما بروحهم كانوا يهضروا في هذه الهضره يقول لك ورا داير واحد واحد البلان دقيقه هذا اللي داير خاوتي ومانيش عارف انا واش واحد الفوكوند واحد اخر بلوك اللي داير كاع اسم الاخر وهذو لي كونت كاع تبلوكاو اللي راهم فاتحين دي كونت باسمي كم تعرفوا كونت تاعي خاوتي بلا ما يقعدوا يدوخوا فيكم يطلعوا في الجيستات وينافيغو ويهفوا فيكم الاسونسيال قلت لكم الجماعه اللي كانوا دايرين في الجاستات وحاطينها معاهم كل عروسه كل يوم في جاست زعما هما وطنيين ويقول لك عطينا الادله وكذا وانا جاي معاكم غير شويه بشويه 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 اليوم راح نعطيكم درس تتعلموا ان هذا الصوالح اكبر منكم بزاف كبار عليكم هاد الصوالح كبار وكبار بزاف مراكم داخلين في امور اللي ماكمش فاهمين فيه جد بابها ترن ماكم فاهمين فيها ترن غير طلع الجايستات وطلع فلانة وطلع معزوزة وطلع هذا وطلع فلانة وطلع ماكمش عارفين واش صاري واش مش صاري لازم تفهموا باللي كاين شبكة تخدم تحت يد هذا وهذا مجرد حاطينه يخدم بهذه الشبكة لأن كاين اللي فوقها لازم تفهم بلي كاين مسؤولين جزائريين راهم يفيلموهم في فيديوهات ناقص 18 ويسلموا هذوك الفيديوهات الى جهات اللي غادي تسمعوها الان لازم تفهموا بلي كاين شبكات وراحوا تسمعوا المهم حبسوا هذا الموسيقى السلام عليكم خوتي اللي راكم هنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البيرات او الذرات بعد ما او البطار بعد ما عرفها باللي تقودت عليه ضربه واحده بعد ما عرف واش امير حاكم عليه من امور اللي يجيب له الرقاد ما يفطنش الى يوم الدين خرج يدير فيديو وطالع مع نفس الجماعه والجروبات ويهدد يهدد في الدوله بالامم المتحده بغى يولي بيراط بغى يولي معارض خلينا نسمعوه قبل ما نروحوا للمفيد نسمعوه بعد نروحوا للمفيد تيلون دير في بالك بلي راني مضرب على الطاوله وراني مخلي التليفون تاعي باش الناس دير فيديو وتقول السيد هذا بالامم المتحده بلي الدوله تاعي ولي معارض بلي الدوله تاعي ظلمتني لاني انا ما نقول لك انا نقول لك اقسم بالله ساعه سيرون ندخلها وشو الدوله تاعي كومبلي ندور عليها كون ندخل مربع ساعه سيرون في قضيه ما عندي فيها لا ناقه ولا جامل مربع ساعه سيرون قانونيا أمم متحدة أمم متحدة أمم متحدة يا خانزك كيلو طارك تعرفي الأمم المتحدة انتيا ها روح درت الوزر وبوزون جيت عندهم الأمم المتحدة روح ما درتي الأمم المتحدة وتولي شوف سيدي وتولي معارض تسمى لو كنت ما تقود عليك تولي معارض تتقود عليك بقى تولي معارض ها حتى ميت نكشف لك الرمانة وتكشف لك البلد أنا بني محاك معايا فين دخل السيرون؟ دير في بالك بلي راني مضرب على الطاوله وراني مخلي التليفون تاعي باش الناس دير فيديو وتقول السيد هذا بالامم المتحده بلي الدوله تاعي ولي معارض بلي الدوله تاعي ظلمتني لان شكرا سلام انا ما يمكنش طيب خائن الوطن سناء مرحبا خائن الوطن اوكي اسمع نقول لك انا نقول لك اقسم بالله ساعه سيرون ندخلها وشو الدولة تاعي كومبلي ندور عليها كون ندخل مربع ساعة سيرون في قضية ما عندي فيها لا ناقة ولا جامل مربع ساعة سيرون ندور عليهم كون ندخل ساعة سيرون شوف البيراط أنا كنت هدرت لك وانت يا كونفيرميت كونفيرميت الكلام اللي قلته اللي يتذكر باش تعرف باللي أنا أعوذ بالله من قولتي أنا قبل ما نتكلم في موضوع كنت نتكلم فيه
ماشي كي بارطاجي في فيسبوك ولا فتبقى كي تبارطاجي حاجه في فيسبوك تبقى للسيد اللي حط هذاك المنشور وانت تبارطاجي عليه وكانه منقول. لكن كي نتكلم انا على موضوع لازم تعرف بلي درت عليه تحريات دقيقه مدققه اللي ما فيهاش لعب. هذه النقطه الاولى. النقطه الزوجه كي تكلمت لك قلت لك مسؤول خارجي اللي شفاو وقلت لكم كان عندك فيديو وين درت هذاك الفيديو. هذاك الفيديو كي درت له تاع المسؤول الخارجي اللي بعثت له انت مضامات تشفاوه كي هضرت على هذا الموضوع اللي بعثت له مضامات من جماعه تاعو طبعا من جماعتك وقيدوه الى لوتيل وفي الماوه كيما جبتو يماه. المسؤول الله هذاك هذاك هو مسؤول جزائري من الصحراء من الجنوب الجزائري بلا ما نفصح على هويته قلت لك عندي الفيديو وانا على بالي لما انت مديت الفيديو. الفيديو بالصوت والصوره انا غادي نعطيك غير لقطه من الصوره اللي غادي يتعرفوا عليه المخابرات مباشره غادي يتعرفوا على هذا المسؤول لانه مسؤول كبير وانت على بالك بلي مسؤول كبير. الصوره هكذا لقطه من الفيديو برك باش يعرفوا باش المخابرات تعرف فقط المسؤول. فيديو فيه التفشليق عيني عينك وكاين مسؤولين بزاف ماشي. وانا كي قلت لك عندي الفيديو انا وريتك لقطه تصويره من فوطو واحده من الفيديو لان ما نقدرش نوريه لك كومبلي ها باش تعرف بلي عندي الفيديو كومبلي باش تعرف عطيتك غير تصويره واني حاجب واش حاجب. اوكي هذا الفيديو انا كي قلت لك عليه ثم وين عرفت بلي امير ديزاد راهو حاط يده في المفيد او حاط يده في القضيه الاساسيه اللي راهي فيزي فيها. فمور هذيك الهضره انا طفيت عليك طفيت عليك اللايف بوندون 48 ساعه خليتك تزعبط من بلاصه لختها خليتك تزعبط من لهنا لهلي للهي تنقز وتعاود. اوكي فوليت انت كي لفعالي ودرت تسمعها نسمعوا لما نعطيت الفيديو نسمعوا مع بعض العزيز. شوف قلت لك دعاوي الوليات واش درت فيهم ودعاوي الزواليات اللي لعبت بيهم ودعاوي بنات الناس اللي خدمت بيهم وغيرها غادي تخلصها حبة حبة وكي تروح عند عبلة ثم جوستي في لهم لا لا هذا مسؤول. اني نقول لك هذا هذا مسؤول مسؤول ومسؤول كبير هذا مسؤول ومسؤول كبير. مام اللي قال عند ريان الفيديو تاع مسؤول ريم عنده فيديو تاع مسؤول كبير مزيه. احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. مام اللي قال عند ريان الفيديو تاع مسؤول ريم عنده فيديو تاع مسؤول كبير مزيه. احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. مزيه احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. واش السمه هذه خاوتي في التعليقات اللي يكون عنده فيديوهات تاع مسؤولين جزائريين وسلمها يعني هذوك المسؤولين سلم احنا كي طوح عندنا اي فضائح نخرجوها للعلن مباشره علاه باش تقطع هذاك الورم تقطعه ديريكت والنظام اوتوماتيكمون غادي يتخلص منه يتخلص منه يتخلص منه. لكن انك تسلم فيديوهات لمسؤولين خارج الجزائر واي دوله كانت تسلم لها فيديوهات موان 18 سنة لمسؤولين فتعرف هذا واش معناه ولا ماكش عارف؟ أن هذاك المسؤول
سيبقى خاضع، يبقى خاضع لهذيك البلد. فهمت الفرق بين أنك لو كان قلت سلمته للسلطات الجزائرية سواديزون يجي عليك، لو كان قلت رانا فضحناه قدام العالم تجي عليك، لكن أنك تقوم هذاك الفيديو ترفدو وتسلمو الجهات مهما كانت، مهما كانت تسلم لهم فيديو ناقص 18 اللي هو هذا السيد المسؤول الكبير في الدولة، مانيش باغي دقيقة، هذا اللي مانيش باغي نخرج صورته لأنهم رايحين يعرفوه، رايحين يعرفوه السلطة بلا ما رايح نخرج الفيديو. وأنا كي قلت لك الفيديوهات كامل ومشي هو الوحيد، كاين عدة مسؤولين، كاين عدة مسؤولين وعندي فيديوهات كنت الحمد لله كنت تبعتو لهم البنات باش تفيلميوهم، وهذوك الفيديوهات راكم عارفين لما تسلموهم ومقابل واش، مقابل واش. والفيديو انا كي تكلمت وقلت باللي كاين فيديوهات وكذا وقعدت ساكت وخليتك طلقتلك الغاز وخليتك، فانا على بالي لما كنت تسلم انت في دوك الفيديوهات في الامارات، ونعرف حتى الضباط اللي كنت تلاقاهم باش تعطيهم دوك الفيديوهات. ما اللي قال عند ريان فيديو تاع مسؤول، ريان عنده فيديو تاع مسؤول كبير مزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. ما اللي قال عند ريان فيديو تاع مسؤول، ريان عنده فيديو تاع مسؤول كبير مزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. مزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري، سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري، سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري. فهمتوا يا اللي كنتوا طالعين في الكاستات تقولوا امير خائن، فهمتوا شكون اللي كان معاكم في اللايف ولا ما فهمتوش؟ نتوما قلت لكم راكم نتوما هذول اللي كنتوا دايرين اللايفات وراكم تتبعوا في اللايفات تاوعي، كنتوا عارفين باللي داخلين في حيط ولا ما كنتوش عارفين؟ قلت لكم باللي الكره تاعكم الامير هذا اللحاسين والشياتين، شكرا فريال، الكره تاعكم الامير عماكم حتى وليتوا تدافعوا على خوانة الوطن الحقيقيين. عندي انا عندي شوف عندي خلاف ولا حرب ولا معركه ولا مع هذا العصابه ومع اي واحد كان في السلطه، فتبقى معركة بيناتنا ما يدخلش فيها واحد آخر وما ندخل فيها حتى جهة مهما كانت. وقلتها لكم أنا نتحداكم وراني في شحال من سنة، أنا على بالي على راني نقولكم في شحال من عام راني نقولكم نتحداكم، أنني عارف واش راني نهضر، عارف واش راني نهضر، وكي نبغي نفضح أمام العالم. أما أنك تروح تسجل مسؤولين حتى وهاد الناس نختلفوا معهم مليار في الساعة، تروح تفيلميهم اطرافير البنات وتسجل تصوروهم ابوال، ومشي غير ابوال تفيلموهم في فيديوهات يعني كارثيه، يعني فيديوهات راني عطيتكم غير تصويره بلا ما لو كان نحط الفيديو داك الراس تاعكم يتفلق، وبالبارتوز تبعتوا لهم زوج ثلاثه بنات يدوروا بهم سي بارتوز، ومن بعد تقبضوا هذوك الفيديوهات وتروحوا تتقربوا بهم الى اجهزه استخباراتيه اجنبيه، وباعترافكم شكون خائن الوطن الان، شكون هما الخونة الحقيقيين الذين يتعاملون مع اجهزه استخباراتيه غربيه او غير غربيه او ايا كانت، شكون هذا الناس اللي يتخبوا لكم مرتاح يا عمي تبون دايرينه باش يتخبوا موراه، وهما اللي يديروه راكم سمعتوا. ومن بعد كي صابها كي شريت لها انايا قبل يومين وقلت له هو انا مشي هذا دا الواحد داك يزيد هو يخرج الفيديوهات كامل اللي فيلمهم، طبعا مشي عندي
عند اللي يروح عندهم عند عبلة يروح عندهم يخرج لهم كامل الفيديوهات ويعطيهم كامل الأسامي تاع المسؤول اللي يصورهم. أما أنا كي قلت لك راهم عندي راهم عندي قلت لك راهم عندي راهم عندي بدك تصور برك لقطات تصور من الفيديوهات وبعد كي تقودت عليك وعرفت روحك باللي راك في الخناق وباللي عرفت روحك راك في الخرا روح زيد اطلع في لايفات وقعد ألف لهم القصص وكنت موالف بتأليف القصص وروح قول لهم لا ماكش منها ولا كنت غبر ولا كنت داير ولا وروح ذكري فيلم وكنت مسحت الموت كل خطره تجيب لهم واحد كل من فدقك في جهه وفلان الفلاني من وهران وفلان الفلاني من تيبازا وفلان الفلاني من القبه وفلان الفلاني من الاخر وقعد تمسح في الموس في الناس وقعد الدور وكل اللي فعالي مود رسمها قلت لك بلي طحت عند مول الفول تاع الصح تاع اللي يجبدلك خراك وروح زيد طلع عند هذوك وزيدوا بردعوا وزيدوا اجهزه وزيدوا ضرب الاستقرار وضرب المؤسسه وقعدوا تصنعوا في الفيلمات وقعدوا تستخيلوا اما الحقيقه راهي قدامكم مسؤولين جزائريين ومسؤولين كبار في الدوله يروحوا الامارات يبعثوا لهم البنات ويفيلموهم هذوك البنات ويفيلموهم كيما كل الماتش من حيث يبدا حتى يكمل ومن بعد الفيديوهات توقع عند البطار او البيرات توقع عند البطار والبطار يروح بدوره يقدمها شكرا الرئيس يروح بدوره البطار يقدمها الى الاستخبارات الاجنبيه بوان بار مام اللي قال عند ريال عنده فيديو تاع مسؤول ريال عنده فيديو تاع مسؤول كبير نزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف مام اللي قال عند ريال عنده فيديو تاع مسؤول ريال عنده فيديو تاع مسؤول كبير نزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف نزيحنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري تيلون دير في بالك بلي راني مضرب على الطعام وراني مخلي التليفون تاعي باش الناس دير فيديو وتقول السيد هذا بالامم المتحده بلي الدوله تاعي واللي معارض بلي الدوله تاعي ظلمتني شكرا شكرا رايز ولا في ظلماتك ضروك ولا بيت ولا وتزيد تقول لهم راني مخلي تليفون واش مخلي فيه تليفون تليفون ديالك مخلي واش مخلي فيه فيديوهات واش هما الفيديوهات كامل اللي في تليفونك مخلي عندي قول لهم البقاصوص قول لهم واش تبغي قول لهم اللي تحب كامل عند امير مسؤول ماشي جزائري انا نقول لك بلي مسؤول جزائري من الصحراء انا عارف واش راني نهضر انا عارف طري بيان واش راني نهضر ومشي مسؤول واحد راهي كليكا تاع مسؤولين والان اصبحت تهدد فيهم بالامم المتحده وراني مخلي التليفون تاعي باش الناس دير فيديو وتقول السيد هذا بالامم المتحده بلي الدوله تاعي واللي معارض بلي الدوله تاعي ظلمتني لاني انا ما يجيش نقول لك اقسم بالله ساعه سيرون ندخلها وشو الدوله تاعي كومبلي ندور عليها كون ندخل ربع ساعه سيرون في قضيه ما عندي فيها لا ناقه ولا جامد دور عليهم باش دور عليهم فيديوهات على المسائل ها بالفيديوهات تاع الشبيبه اللي كانت تجي للامارات بالفيديوهات تاع البارتوز اللي كنت تبعث لهم يديروا لهم البارتوز تما في الفلوتين زوج ثلاثه دايرين بهم بواش باش بيس تما كي تروح عندهم احكي لهم كامل المسؤولين اللي فيلميتوهم احكي لهم كامل المسؤولين المكبوتين اللي جايين حتى للامارات باش يحوسوا على الجلده واللي صيدتوهم وفيلميتوهم وديتو الفيديوهات مديتوهم
لمخابرات أجنبية. ما هي العلاقة تاعك مع هذا المخابرات؟ سؤال مطروح. ما هي العلاقة تاعك بهم؟ وما هي الغاية باش سلمت لهم هذه الفيديوهات؟ علاش؟ سؤال ثاني. سؤال ثالث، ما هو المقابل؟ ما هو المقابل؟ بور كالنتيري وقص قرمطوس بحرت لك اش داك واش داك تلعب اللعب اللي كبير عليك. ما كنتش عارف باللي دونك دير غراف دو فام دو غراف دو لافام. ما ضروك ديرها، ما ضروك بدا دير في غراف دو لافام. شكرا لك. من ضروره تبدا دير وتدير الضغط. مرسي امين، مرسي. من ضروره دير اضراب عين الطعام تاعك. خي قلت لك بلي نحبس لك عرك في راسك. انت جيت تلعب في تيرا ماهوش تاعك. وقلت لك نهار الاول بلي راني دايرك طعم باش نوصل بيك العدة جهات، وراك تشوف بلي اجحش منك ما فيش. مالا راهم يكتبوا لي جمال بسكرة؟ مالا جمال بسكرة؟ ماشي هو اللي في الفيديو وانا يقول لك بلي مسؤول هذا، ماشي في الصورة هذا يكتب جمال، ماشي هو هذا مسؤول، مسؤول في الدولة وباعترافه هو راه يتكلم ويقول مسؤول في الدولة. دقيقة واش يقول؟ هذا فوق كونت ماشي هو، هذا اللي مسمي روحه وعاد كتب لي سليمان سعداوي، ماشي سليمان سعداوي. سليمان سعداوي راه برلماني ماهوش مسؤول في الدولة. انا نقول لك بلي مسؤول، مسؤول في الدولة، مسؤول ماشي سليمان سعداوي. سليمان سعداوي راه هو تكلمنا على السلطات الإماراتية بكري الحمد لله عندنا بزاف. تمام اللي قال عند ريال الفيديو تاع مسؤول، ريال عنده فيديو تاع مسؤول كبير. نزي احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. تمام اللي قال عند ريال عنده فيديو تاع مسؤول. بيس 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 بيس. هذا المسؤول هذا شو الفيديو تاعه انا فايدة ما نهدرش خلاص. فايدة غنات عليك، غنات عليك الشيخة الريميتي، وغنات عليك الشيخة الجنية الكبيرة الحقانية بنت سعيدة، وغنات عليك. قلت لك ورينا الفيديو، ما نوري لك فيديو باغي تطرد تقول لك كونت ديريكت ولا كنوري لك فيديو. فيديو نقول لك فيديو 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 ناقص 80 ماشي ناقص 18، ناقص 80 ماشي ناقص 18. شنو نوري لك؟ خلينا عيد نغطي، عيد راني مغطي لها مواعينا، راني مغطي لها كمارته، ها راني مغطي المواعين، راني مغطي كمارته، راني مغطي كلش على الفخار من مهود، راني مغطي. شنو نوري لك؟ تما هذه هي اللقطه الوحيده اللي لقيتها شويه اللي نقدر نستر فيها، نستر ما استر الله. اللقطة الوحيدة كان تبع فيها بالثانية بالجزء من المئة وين نقدر نستر ما استر الله. يا المواعين قال لهم باغالون، قال لهم بلي مسؤول. انا قلت لك مسؤول خارجي، يعني ماشي خارجي يعني ماشي جزائري، لا لا مسؤول يخدم في الخارج. يا باغالون وتزيد انت تقول بلي مسؤول كبير، ريم عنده فيديو تاع مسؤول كبير. نزي احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله
استفدنا بزاف. مزية احنا الفيديو سلمناه للسلطات الإماراتية بكري، سلمناه للسلطات الإماراتية بكري، سلمناه للسلطات الإماراتية بكري. الحمد لله استفدنا بزاف. عندكم بزاف على بالي، عندكم بزاف وانا ثاني عندي بزاف، عندي بزاف انا ثاني فيديوهات قال لي عندك، عندي فيديوهات قال لي عندك، عندي ديرها مليح في راسك. وقال لي سلمتهم عندي، قال الفيديوهات اللي سلمتهم عندي نسخه منهم كامل كامل، عندي كوبي منهم. واش تقول؟ وين تزيد تهرب؟ وين تزيد؟ واش مقالب غادي تزيد توجده؟ روح وطلع في ليغاست، روح عند هذوك يطلعوك في ليغاست ويبداو يسقموا لك في الصوره ويزيد يقول لك يا امير لا ما راك 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 تزيد عليها. قلت لك حنا نعارضوا النظام وننتقدوا النظام ونتهاردوا مع النظام الا ان اي امور تخص اي واحد من هذا العصابه اللي شفتوا صورهم وكذا فما نسلموا حتى حاجه لاي جهه كانت، انما نخرجوا بها طاي طاي ديريكت قدام ربي وعباده باش تقطع الوارد، ماشي تروح تتعامل بها مع جهات مهما كانت تكون، فتلك الجهات ستستخدمها لمصالحها وخاصه اذا تسطرت على المسؤول والمسؤول يبقى في السلطة، وبالتالي كي يبقى هذاك المسؤول في السلطة فيلبي كل ما تريده منه أو ما يريده منهم أصحاب هذه الفيديوهات. من الآخر فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت أم لم تفهم؟ واحد قال لك سمعنا الصوت على الفيديوهات، يعني يقول لك بلي راه انا الزبي، قال لك شنو نسمعك انا في الصوت. واحد قال لك عرفتهم اللي عرفوه راه ما يعرفوه، دوك انا وريت لهم غير الكور، دوك على بلا ما عرفوه ديريكت اوتوماتيك ما يعرفوه، ما عرفوه ديريكت. دوك هو يخرج ويدير لهم فيلم كيما موال في الفيلم تاعو ويخرج ويهايط ويبقى. وانا كي مشيت لهم هذا الملف تاع دبي اني عارف شنو راني ندير واني عارف واش كاين واش ما كاش. سمعتوا يا جماعة اللايفات كنت نقول لكم بلي كاين امور اكبر منكم ومنكم بكثير كثير كثير كثير، فراني عارف علاش راني نقول لكم هذه الهضره وعلاش قلت لكم ديك الهضره، على بالي على قلت لكم بلي امور كبار عليكم بزاف. فهمتوا دروك ولا ما فهمتوش؟ انا ما دوك عاد يقول لي كل واحد واش يكتب لي، فما غاديش انا اوتوماتيكمون ما غاديش نقول لك انا ايش يكون هذا واش يكون ولا واش ما يكونش. فاذا اعطيتك راس الخيط فهنا غادي توصل ديريكت للمعلومه، ما عادش نقول لك انا هذا واش يكون ولا واش سمو. ومش وكاين واحد كيحسب كاين واحد هو اللي راهم انا متتفين، راه واحد مورا خوه ها كيفاش يفيلمي والمسؤولين وكيفاش يقدموا المعلومات او كيفاش يقدموا فيديوهات ناقص 18 الى اجهزه اجنبيه، وشكون اللي يستعملوهم في هذه العمليات. فهمت ولا ما فهمتش؟ ها كيفاش يستعملوهم في هذه العمليات؟ اما لا اقرا عندك، راي عندك انا وريتك انا يا ومن بعد تزيد كونفيرمي لك عبله باللي هذاك مسؤول من الجنوب الجزائري و وين يخدم واش يدير واش ما يديرش. من بعد غادي نهضروا على قضيه واحده اخرى، القضيه هي كيفاش كنتوا تطلعوا، ماشي نتوما وانما يتوسط لكم واحد المسؤول، كيفاش تطلعوا دراهم تاع واحدين من العصابه وكيفاش كنتوا تجيبوا هذوك الدراهم وتطلعوهم لدبي. شوف انا كي نعطيك معلومه تبرعك تكون فيرميها
انت بروحك تكون فيرميها، لانك ديجا كي تكون في بانيكي تبقى تيري برك وتبقى تكون فيرمي في المعلومات. انا كي نعطيك معلومه نعطيك معلومات حقيقيه، نعطيك معلومات اللي تدور في الصميم، اللي حتى انت فمك ما تقدرش كذبا. كي طلعت انا هذيك امينه مثلا، فكان واحدين يقولوا لي هذا فيلم راك دير فيه وشكون هذه وكذا، هو خرج وقال لكم ايه مثلا. نعطيكم غير مثال بسيط، هو فمه خرج وقال لكم ايه، صح ولا انا غلط؟ قالكم بلي كانت مضامتي وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، نيشا ولا انا غلط؟ هذيك تاع ابو فارق اللي طلعت معنا له البارح يا اخي، خرج وكونفيرم لكم. ما روحتش انا جبت وحده، كان هلو كان كانوا الاخرين بلدي يقول لك تجيب في الناس وتخلصهم. لا لا، ما نجيب لك الناس وتخلصهم، هي ولا كونفيرمي لك. هو بروحه موش يقول لك لا لا، ولا هو بروحه يكونفيرمي لك. انا لا نروح نجيب لك وحده نقول لها قولي دي قولي دي قولي دي قولي هذه قولي هذه، ما نقول لكش. ما نجيب لك امور اللي حتى هو هذيك كنت تقول لك دير في الفيلمات، خرج هو كونفيرمها لك ولا لا؟ علاه ندير لك فيلم بور كال انتيري؟ واش من فايده كي نجيب وحده ونقولها روحي هضري عليه؟ واش من فايده عندي؟ اي قولي واش من فايده. انا كون ما تاكدتش حقيقه بلي هذاك البنت وكذا وكذا ويعرفها ودي، ما راح نجيبها ونطلعها لك في لايف. هذوك الدحاديح خليناها النشره تاع 8 تاع الدحدوح. بصح الامور الحقيقيه اجيبها لك ونحطها لك امام الراي العام. هذه دوك ثاني دوك 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 روح يزوقها ويدير لها شويه ماكياج هذه تاع المسؤول الكبير ويقول لك لا ومنا والقانون ويخبى لك مور القانون والقانون هنايا وفي الامارات وكذا، ويبدا يلوي لك من يلوي لك كاع شي يدير لك قالب كاع، ولا يروح يجيبها لك يقول لك هذاك من الهند ولا من تشاد ولا يروح يدير لك اش قالب. المهم هو يحوي دوك دوك وراه مبروش دوك، انت راك تعترف بلي هذا مسؤول كبير وراك سربت وراك مديت الفيديو تاعه الى جهات استخبارات اللي ما عندها علاقه بالموضوع، لكن تحتاج هذوك الفيديوهات من اجل ماذا؟ من اجل امورها ومصالحها، من اجل امورها والمصالح تاعها. فهو متهارد مع وحدين ومن بعد يجي يقول لي روح اهضر على فلانه، اهضر على رانيا، اهضر على قدور، اهضر. ماشي انت اللي تقيديني على من نهضر ووقتاش نهضر، على كل واحد ولا كل وحده، ماشي انت اللي تقيديني. انت كبغل، اذا راك تحسب باللي نتايا تقدر تمانيبيليني ونهضر على فلان ولا فلانه في الوقت اللي حابه انت باش نغطي عليك. لا لا، كل واحد نهضروا عليه في وقته، وكل واحد جاي تور تاعها حيدرها مليح في راسك، صيفه وصيفه جايين فيها، ماشي انت اللي تقدر تمانيبيليني ولا ليكيب تاعك ولا تحوسوا تعرفوا زعما فلانه تعطي المعلومات انا نجيبها من عند رانيا ولا مع تقدر ولا مع تك مقود من راسك. امور كيما هذه نجيبها انا من عند هذا، امور كيما هذه تجي من ذمها. كون جا عندك غير شويه في عقلك، كون جا عندك غير شويه في مخك، فغير كونك هاني اللي كتحوس مين امير يجيبه. كل خطره يخرج خرجه، خطره يخرج يا وتهم نسابو، تهم نسابو، تهم خو مرتو وخت مرتو اللي راهم معاه اللي راهي معاه دركا، وتهمها وقال لك هما راهم عطاوه المعلومات، ومن بعد عاود رقد وعاود ناط الدار على صحابو اللي ساكنين معاه في الدار، دار طايح عليهم بالبالا اللي ساكنين معاه في الدار، حاول صاحبو حاول بني ولا مشاكل مهبول، ولا روحوا جيب لي شونتور ولي شونتوز، روحوا بالروحوا كونتر امير، حسبني راني ساهر معاه في باطا، مقود هذا من راسه، هذا راه مقود هذا، اذا يجي في لي شونتور ويقول لهم بالروحوا كونتر عليه، تقول لي ساهر معاه انا راك حتشوفوا عليه يقول هم مالك اخ، هم مالك راك عواجي تقع هذه العوجه. ومن بعد روح دار على واحد اخر قال لك يسموه زينو وجايب له موسيقى وحطها في كونت لاي 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 لاي، راح جايب ثاني وقعد عايش. ومن بعد ولا واحد اخر داير فيديو واحد اخر قال له لا واحد اخر كانت تخرج معايا بكري ويضرب بيك راك تبعثي لها الدراهم. هم مالك راك قاعد تمشي وتلزق في الناس، هم مالك قاعد تمشي مالك اخ، هي تفرشت تفرشت صحيح، الدنيا كاع فاقت لك، الدولة فاقت لك، المخابرات فاقوا لك، راك في السيبلة عندهم، راك مديت فيديوهات للمخابرات بالاعتراف تاعك، انت راك تعترف فمك باللي عطيتهم للامارات. تيلون دير في بالك بلي راني مضرب على الامارات، اضرب ولا قود؟ مام اللي قال عند رجل عنده فيديو تاع مسؤول،
ريم عنده فيديو تاع مسؤول كبير. مزيه احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. تمام اللي قال عند ريم عنده فيديو تاع مسؤول. ريم عنده فيديو تاع مسؤول كبير. مزيه احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله عندنا بزاف. مزيه احنا الفيديو سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري سلمناه للسلطات الاماراتيه بكري الحمد لله